تتعلق بأزمة الحكام ومستحقاتهم وتأخر حصولهم على المستحقات وتصريحات جمال غندور رئيس لجنة الحكام. احكي لنا الأزمة كده يا أستاذ أوسي. بص، الأزمة إن الحكام بيشتغلوا، يعني حكام كرة القدم في مصر بيشتغلوا على النوتة، شكوك. يعني إيه؟ يعني الناس بقالهم سنة ما خدوش جنيه على أي ماتش بيلعبوه. سنة؟ يعني الحكم مين في مستحقات من الموسم الماضي ومستحقات الموسم الحالي كلها. ما فيش حاجة من الموسم الحالي. خالص، ده شو مستحقات كمان قبل كده يعني. تمام. فالحكم بي بي بيروح الماتش مصاريفه ذهاب وعوده، سواء كان في القاهره او خارج القاهره، على حسابه. حلو. اللي مسافر اسوان بتذاكر طيران على حسابه، او في القطر او حاجات زي كده، والاقامه هناك بتاع كل الحاجات دي، من غير ما ياخد اي بدلات على الاطلاق يعني. فطبعا ده يعني شيء مؤسف جدا بالنسبه للحكام. حكام قطاع كبير جدا، وعنصر مهم جدا، وعنصر فاعل في نجاح منظومه كره القدم او افشالها. فانت لما ده ما تديلوش فلوس، طب ازاي هيبقى هيطور نفسه؟ ازاي هيشتغل؟ ازاي هيجتهد؟ ازاي هتكون عنده حميه ان هو يشتغل؟ واحد بيشتغل مجانا وبيتشتم وبيتهان وما بتحموهوش وبينتقد انتقادات فظيعه جدا وحاجات كبيره جدا من هذا القبيل. فانك تسيبه كده من غير فلوس امر صعب جدا، وامر كارثي. الغريب ان هم طبعا الحكم كان بياخد، حكم الساحه اللي في الملعب، حكم السفاره بياخد 3000 جنيه، الحكم المساعد 2250 جنيه. تمام. طبعا اللائحه دي بقى لها سنين طويله جدا، بقى لها فتره، خدوا وعود ان هي تتغير، فوجئوا ان اللجنه الخماسيه هي اتغيرت بالفعل. ما انا بقول لك، ما هم فوجئوا يعني في توقيت اللي هو ثروت سويلم والكابتن سمير محمود عثمان كان مسك فتره صغيره كده لو تفتكر كرئيس لجنه اللائحه، فعلا باسبوع وعدلوا اللائحه. بعد كده دلوقتي هم عايزين يحاسبوهم على اللائحه القديمه. عايزين يحاسبوهم على اللائحه القديمه. فطبعا عايزين يحاسبوهم عشان يوفر جزء من المستحقات، بدل ان انا ارفع فدالات الحكام عشان اريحهم واطور مستواهم واقويهم واحمسهم واخلي الواحد يبقى عنده حميه اكتر ان هو يلعب ويؤدي ويجيد ويشتغل على نفسه، انا بحبطه. فبدل ما اديله ال 5000 جنيه اللي في اللائحه الجديده، قرروا يديله 3000 جنيه. وبدل ما ادي للمساعد 3750 بديله 2250. الكلام ده طبعا مش مظبوط، الحكام كانت متضايقه، كانوا هيسلموه للكابتن جمال غندور، ما رضيش يسلم الحكام بهذا الامر، واصروا على ان ياخد 5000 جنيه و300 3750. وكذلك ده نفس برضه السالري بتاع حكم الفيديو. يعني حكم الفيديو ما كانش موجود في اللائحه، ده حاجه جديده يعني. بالظبط. عارف الفيديو مطبق عندنا، لم يطبق الا في هم 6 ماتشات اللي اتلعبوا بالفار يعني. ومساعده هم 2 نفس الحكام اللي في الملعب، ده بياخد 5000 وده بياخد 3750. ان شاء الله ده هيتم، وهيتم صرفه، ولابد ان يتم صرفه اسرع ما يمكن. لكن انا على اللائحه الجديده، لكن انا الشيء المزعج بالنسبه لي ان الكابتن جمال غندور لما الحكام بيطالبوه، يا عم احنا عايزين فلوسنا، ان خلاص يعني بنجيب جاز، خصوصا في الايام الصعبه اللي احنا موجودين فيها. طبعًا. وحقهم، ودي فلوس أكيد. مستحقه متاخره، لازم ياخدوها. ايام صعبه مش صعبه، هو حقه. ايوه، ما انا بقول يا بالك لو في الايام اللي احنا فيها دي يعني. يعني ده في العادي حقك تاخده. بالزبط. في العادي وحقك اشتغلت بيه وخلص. بالزبط. فالمفروض تاخده يعني. فيطلع كابتن جمال غندور ما حدش يكلمني في المستحقات دلوقتي، خلينا لما نخلص موضوع كورونا. طب يعني الناس تقعد تاكل كورونا يا كابتن جمال؟ ولا غير موفق يعني يعني طبعًا. يعني كابتن جمال ده انت المفروض تقاتل بشراسة على انك انت يعني دلوقتي قبل المغرب تكون جايب لهم الفلوس. طبعا طبعا. يعني دلوقتي قبل الصبح تكون جايب لهم الفلوس يعني. ما يعني فده حرام يعني، ما ينفعش كده. دول من عامل الحكام كده مش هنشوف تحكيم جيد. اذا كنا عايزين تحكيم جيد لابد ان نوفر امكانيات ماديه، على الاقل الناس تاخد المكافئات بتاعتها. دي مجرد مكافئات. انت لما بتجيب حكم من بره بيكلفك 200000 جنيه مش تكتر 5000 جنيه على حكم. طب الحكم الاجنبي اللي جه ماتش الاهلي والزمالك اللي الزمالك فيه ده اتحاسب ولا لا؟ طبعا اتحاسب. طب اشمعنى؟ اتحاسب ولا اي مش ليه ونزل الملعب؟ وبالدولار. اشمعنى؟ بالدولار، وبياخد ده بياخد 15000 دولار على مجرد نزول الملعب. غير التذاكر السفر والطيران والاقامه والتحركات. الراجل ما قدرش الماتش ده، هو صفر بدايه، صفرت البدايه والنهايه بعديها بدقيقتين. ماليش دعوه، هو الراجل جه بس قصدي ان هو خد يعني مستحق. لا لا طبعا خد، وخد وبيقبض فوري يعني. طبعا. طب ما انت بتقبض ده فوري، ما تقبض ده ما تدوروا على اليه تخلي الموضوع ده، اذا كان المدرب بيقبض مرتبه بشكل منتظم، واذا كان الاداري بيقبض مرتبه بشكل منتظم، واذا كان الطبيب بيقبض مرتبه بشكل منتظم، واذا كان اللاعب ما بينزلش الملعب غير لما بياخد فلوسه، وفلوسه مضمونه، واللعيبه بتاخد ملايين يعني ما يقل شهور. طبعا. يعني يعني ازاي انا، لا والاتحاد يعني عنده الموارد الماديه. لا يعني ما, 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 يعني. ما برضه يعني يعني ازاي انا كبدير المنظومه دي وبكون حكم فصل بطبق العداله بين الناس وانا بتسول وصليهم. فطبعا كلام مش 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 مقبول، وكلام مرفوض. طبعا. وكلام غير لائق بالمره يعني. المفروض يعني كابتن جمال غندور، اللجنه الخماسيه، الاستاذ عمرو الجنايني، من فضلكم يعني انظروا للحكام نظره يعني تقدير واحترام،
وخلوا في قلبكم رحمه على الناس برضو في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي يعني. ده مهم. طيب انا عندي جزئيتين عايز